الطلاب كده. ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. ده ان شاء الله كده اخر فيديو معانا في الفيربس. كنا خدنا الفيربس فيديو بعدهم الجيرند، وخدنا بعد كده الفيربس فيديو بعدهم تو انفينيتيف. هناخده النهارده ان شاء الله، بس عاوزكم تركزوا جامد جدا معايا في الفيديو ده، اللي هو الفيربس اللي بيجي معاهم الاثنين، ممكن يجي معاهم جيرند ويجي معاهم تو انفينيتيف. ودول هقسمهم 3 بورتس، هقسمهم 3 بورتس. اول بورت الverbs اللي بيجي بعدهم gerund أو to infinitive بدون أي اختلاف خالص في المعنى، without any change in the meaning. يعني جبت بعدهم gerund، جبت بعدهم to infinitive، خلاص مش مهم. البارت الثاني هكون هجيب فيه الverbs اللي بيجي بعدهم gerund برضو to infinitive، بس فيه اختلاف بسيط في المعنى with a slight change in the meaning. البارت الأخير الثالث والأخير هيكون فيه الverbs اللي بيجي بعدهم to infinitive with gerund، بس فيه اختلاف كبير جدا ما بينهم إيه في المعنى. ده كده في الأول، ونقول بسم الله. في البارت الاولاني اللي هو ما فيش اختلاف في المعنى خالص، في عندي 3 verb، كلمه begin، كلمه start و continue. يبقى عندي هنا في 3 verbs ما فيش بينهم اختلاف خالص في المعنى، begin، start، continue. يبقى مثلا ايه؟ begin to play، begin playing، continue to study، continue studying، start to go، start going. ما فيهمش اختلاف خالص ايه في المعنى. البارت الثاني اللي هو في اختلاف بسيط في المعنى، وهعرض لكم الاول verbs اللي بتيجي فيه. عند اول كلمه، كلمه اسمها can't stand، can't stand زي بالظبط زي كلمه can't bear، يعني مش قادر يتحمل الشيء ده. عند بعد كده كلمه hate، like، love، prefer، propose. propose معناها انه يتقدم لفعل شيء، يتقدم الى فعل شيء. اذكروا، ركزوا معايا في النقطه. الافعال احنا قلناهم دول لو جه وراهم verb معاه ing اللي هو gerund، كده معناه ان هو بيعمل الحاجه دي مطلقا. يعني هي مثلا اقول لك ايه؟ I love playing basketball، I love playing basketball، يعني انا بحب العب كره السله مطلقا في اي وقت وفي اي مناسبه. طيب لو قلت مثلا ايه؟ يبقى تاني الverbs احنا قلناهم دول لو جه وراهم gerund، لو جه وراهم verb مع ing، معناه انه كده بينه بيعملها او بيحبها او انه بيتجهز لها مطلقا. في المطلق مثلا اقول لك ايه؟ I like swimming، I like swimming، يبقى كده بيحب ايه؟ او مثلا اقول لك ايه؟ I like drinking coffee، I like drinking coffee، يبقى كده معناه ان هو ايه؟ بيحب شرب القهوه مطلق. طيب لا، انا حاسس ان انا في النهارده مثلا I have a headache، عنده صداع، فهعمل ايه؟ فانا عندي هنا في حاجه معينه، في مثلا في صداع اللي هو معايا النهارده، فانا هقول ايه بقى؟ I like to drink coffee، I like to drink coffee. كده ما جيت بعد التو انفينيتيف، كده معناه ان هو مش بيحبها في المطلق، بس في حاجه معينه، في شرط جه كده معين خلاه ان هو يختار الحاجه دي عن غيرها. يا رب يكون واضح. يبقى الديرند معناه ان هو بيحب حاجه مطلقا، بيحب يعملها مطلقا او مش بيستحملها خالص، يعني مش شرط معين، لا ده هو كده مش بيحبها. اما لو جه بعدها التو انفينيتيف، كده معناه ان هو في حاجه معينه خليته انه يفضلها، خليته ان هو يكرهها، خليته ان هو ما يقدرش ان هو يتحملها. clear. الجزء الثالث والاخير وريكم تركزوا معايا فيه جامد قوي، اللي هو بيجي معاهم gerund وto infinitive برضه، بس هنا عندي فيه اختلاف كبير في المعنى. يبقى في عندي هنا في complete change in the meaning. عندي forget، remember، regret، stop، quit، try. تعالوا ناخدهم واحده واحده. اول verb معايا اسمه forget. forget طبعا انه ينسى. طيب forget بيجي معاها gerund، يجي معاها to infinitive. طب لو جه وراها gerund forget، طيب في عندي حاجه هنا، هل الفعل نفسه حصل ولا ما حصلش؟ بمعنى تاني، هل انك انت تعمل نسيت انك انت تعمل حاجه مطلقا، يبقى كده الفعل معايا ما تمش، ولا انت عملتها ونسيت انك انت عملتها؟ تعال نشوف examples عشان نفهم. for example، don't forget to send this email، don't forget to send this email. طب كده معناها ان الفعل تم ولا ما تمش؟ ده انا كده بقول لك ما تنساش انك انت تعمل، يبقى كده الفعل ايه؟ لسه ما تمش. طيب تعال نشوف كده. I forgot sending the email، I forgot sending the email، كده معناها ان انا ايه؟ ان انا نسيت ان انا بعته. يبقى كده لما يكون عندي الفعل تم خلاص خلص تمام، وانت نسيته، يبقى كده حط لها ing. يقول لك مثلا ايه؟ I cannot forget visiting Luxor for the first time، I cannot forget visiting Luxor for the first time، وخلاص ظهرها وخلص.
نزولك انا ما اقدرش انسى الزياره بتاعتك. طيب لو جه هرب تو انفينيتيف كده معناها ان هو الفعل لسه ما حصلش. بقول لك ايه، مثلا جيت انت رحت المدرسه وكنت ناسي الهوم ورك بتاعك، بقول لك ايه I forgot to bring my homework. I forgot to bring my homework كده معناها ان انا نسيت ان انا اجيبه، كان بالفعل ايه ما تمش معايا. يا رب يكون واضح. عندي بعد كده كلمه remember. remember زي كلمه forget بالظبط، طبعا باختلاف ايه المعنى. هنا كلمه forget معناها ينسى، وكلمه remember معناها ان هو ايه يتذكر، بس الاستخدام بتاعهم واحد. زي ما قلت في كلمه forget ان لو الفعل تم خلص يبقى كده معناها هجيب بعديها during. طب لا لسه ما اتعملش اصلا يبقى كده هجيب بعدها ايه to infinitive. مثلا I still remember going to the beach. I still remember going to the beach. كده معناها ان هو راح ولا ما راحش؟ كده going يبقى كده ايه journey، يبقى كده هو راح. I should remember to send this email. I should remember to send this email. كده معناها ان هو لسه ما عملش بس هو هيفتكر ان هو ايه؟ ان هو يعمل. يبقى زي كده كلمه forget وكلمه remember ليهم نفس الاستخدام مع gerund ومع to infinitive. gerund فعل تم، to infinitive لسه الفعل ايه ما تمش. نشوف اللي بعدها regret. regret regret معناها يندم. طيب ليها برضو استخدامين وقريبه شويه من كلمه forget وكلمه remember في حته حدوث الفعل من عدمه. طيب عشان كده حبيتهم ايه اتكلم عنهم ورا بعض. كلمه regret لو انت بتتكلم عنها انك انت عملت حاجه يبقى كده فعل تم معايا بس انت ندمت على فعله يبقى حط له جيرند. يبقى كده برضو متفقه معايا مع كلمه forget وكلمه remember في حته حدوث الفعل ان ing معناها كده الفعل حصل. يقول لك مثلا ايه I regret telling him the news. I regret telling him the news. يبقى هو كده قال له الاخبار وانا هندم ايه ندم بعدها. طب لو جيت بعدها to infinitive كده معناها ان الفعل لسه ما تمش، كانك انت مثلا هتبلغ حد اخبار سيئه فانت بتقول ايه والله يؤسفني ان انا اقول لك الاخبار دي بس انا مضطر ان انا اقولها لك. بقول لك مثلا ايه I regret to tell you this news. I regret to tell you this news. يبقى كده انا ايه والله يؤسفني ان انا اقول لك الاخبار دي بس انا مضطر ان انا اعملها. يبقى الثلاثه معايا كده مشتركين في حته حدوث الفعل من عدمه اللي هي كلمه forget وكلمه remember وكلمه regret. كده معناها لو جه gerund الفعل تم، جه to infinitive كده فعل ايه ما تمش. واضحه؟ تعالوا نشوف اللي بعدها quit. quit كلمة quit معناها ان هو يترك حاجة. طب تعالوا نشوف كده تو اكزامبلز دول. بيقول لك مثلا ايه She quit to work here. She quit to work here. يعني هي بطلت حاجة او بطلت الشغل اللي هناك اللي معاها عشان تيجي تشتغل هنا. انا هحط لها gerund. بيقول لك مثلا ايه She quit working here. She quit working here. كده معنى مختلف خالص. يبقى هي بطلت شغل هنا خالص. يبقى كلمة She quit to work here يبقى هتبطل حاجة من مكان عشان تشتغل في مكان تاني. طب quit working يبقى كده معناها انه بطل يشتغل في المكان ده، بطل انه يشتغل ايه في المكان. تعال نشوف اللي بعدها stop. stop stop معناها انه يقف او يبطل حاجه. طيب تعال نشوف المعنى ايه. يعني مثلا اقول لك ايه you need to stop smoking. you need to stop smoking كده معناها انه انك انت تبطل الحاجه دي، انك انت تبطل تدخين. كده جيت بعدها جيرن. طب تعال نشوف اللي بعدها You need to stop to buy flowers. You need to stop to buy flowers كده معناها انا هوقف حاجه عشان اعمل. كده برضو المعنى مختلف خالص. يبقى في المعنى الاولاني اللي هو الجيرن انا هبطل الشيء ده نفسه، هنقطع عنه هبطله، يبقى stop smoking. طب لو قلت stop to smoke لا ده كده هوقف حاجه عشان اروح ادخن. اوكي يبقى كده المعنى مختلف. ايه مختلف تمام. يبقى stop مع ing كده انت هتبطل الحاجه دي، هتبطل انك انت تعملها. مثلا You must stop eating too much. You must stop eating too much. يعني كده لازم ابطل ايه اكل كتير. طيب طب لو عاوز اقول انا هوقف اعمل حاجه عشان اعمل حاجه تاني، يعني مثلا اقول لك ايه Can we stop to take a rest. Can we stop to take a rest يبقى كده ممكن نوقف الحاجه اللي احنا بنعملها دي عشان ناخد راحه، ناخد وقت بريك. يبقى كده ايه المعنى مختلف تماما زي ما اتفقنا. شوف اللي بعدها try. try try معناها ان هو يحاول يعمل حاجه. طب تعال نشوف الاكزامبلز اللي معانا. لو قلت ايه I tried to climb this tree. I tried to climb this tree يعني انا حاولت ان انا اتسلق الشجره دي بس ما قدرتش. I didn't succeed. يبقى try بعدها to infinitive حاول يعمل حاجه بس ايه ما قدرش ان هو يعملها او ما قدرش ان هو ايه يحققها. بيقول لك I tried to convince him. I tried to convince him حاولت ان انا اقنعه بس والله ما ينفعش الموضوع. طب try لو جه بعدها gerund كده مش معناها ان هو مش بيجرب الحاجه دي بعينها. تعال نشوف اكزامبل.
try taking this medicine. Try taking this medicine. بيقول لك ايه؟ جرب خد العلاج ده وشوف النتيجه بتاعته. كده معناها انك انت بتجرب حاجه عشان تشوف الاثر اللي هيحصل بتاعها، الكونسيكونسز بتاعتها، العواقب بتاعتها هيحصل ايه. يبقى مش بجرب الحاجه دي عشان هي بالذات، لا، ده عشان توصلني بحاجه تانية. يعني مثلا واحد عنده مشكله في المذاكره، مش بيقدر يحفظ الكلمات كويس، فجه المستر بتاعه فقال له ايه؟ try writing the vocabulary in a sentence. Try writing the vocabulary in a sentence. تجرب كده تكتب الكلمات بتاعتك دي في sentence. طب هو قال له ان هو يعمل ايه؟ ان هو عاوز يوصل ايه؟ عاوز يوصل لنتيجه ان هو يحفظ ايه؟ يحفظ الكلمات. يبقى try to infinitive بعديها، يبقى كده معناها انه بيحاول يعمل حاجه فيها مشقه عليه وما قدرش انه يعملها. اما try بعديها gerund، كده معناها ان هو بيجرب حاجه عشان يشوف ايه الاثر او النتيجه ايه، النتيجه بتاعتها. عشان الفيرب بعد كده اخر فيرب معانا اسمه go on. go on. go on لو جه بعدها to infinitive كده معناها ايه؟ انك انت لو بتعمل حاجات او بتعمل حاجه متقسمه لمراحل، فانت خلصت المرحله فانت عاوز تنتقل الى المرحله اللي بعدها. يعني مثلا لو واحد بيتعلم language، اوكي، فابتدينا في الاول ان احنا حفظنا شويه vocabulary. طيب تعال ناخد المرحله الثانيه ان احنا مثلا نكون الفوكابلري دي تو نخلي الفوكابلري دي نعمل بيها جمله كامله. For example, he went on to put the vocabulary in a sentence. He went on to put the vocabulary in a sentence. زي برضو ما اتفقنا في الاول ان الفورم بتاع الفيرب نفسه اللي بتكلم عليه ده مش هيفرق معايا خالص اذا كان في present ولا past ولا معايا ing ولا اي حاجه خالص. اهم حاجه اللي بيجي ايه؟ اللي بيجي بعدين. يبقى نرجع للاكزامبل بتاعنا. He went on to put the vocabulary in a sentence. كده معناه ان هو خلص مرحله، فانتقل للمرحله ايه؟ المنتقل للمرحله اللي بعدها. طيب go on وبعديها gerund، كده معناها ايه؟ معناها ان احنا لسه مستمرين في نفس المرحله. مستمرين ايه؟ في نفس المرحله. زي لو تفتكروا كلمه كي اللي خدناها في الاول خالص، كده معناها ان هو لسه مستمر في حاجه ايه؟ حاجه معينه. يعني مثلا اقول لك ايه؟ He goes on learning new vocabulary. He goes on learning new vocabulary. كده لسه مستمر في حفظ ايه؟ الكلمات بتاعتي. يبقى to infinitive معناها ان انا خلصت مرحله وانتقلت على مرحله ثانيه بعديها. اما بعد لو جه بعدها go on، لو جه بعدها gerund، كده معناها لسه مستمر في مرحله لسه ما خلصتها. بكده نكون خلصنا كل الفيربس اللي كان بيجي بعدهم اللي هم gerund و to infinitive بالثري بارتس احنا قلنا عليهم. البارت الاولاني مفيش اي اختلاف في المعنى، البارت الثاني اللي فيهم شويه اختلافات في المعنى، والبارت الثالث اللي هم اختلاف تام في المعنى. يا رب يكون المعنى بتاعهم واضح بالنسبه لكم دلوقتي. اتمنى انكم تستخدموهم استخدام كتير في الرايتنج بتاعتكم، تعملوا على اكزامبلز كتير عشان المعنى بتاعهم يفضل ايه؟ موجود معاكم، ما تنسوهوش. لغايه ما اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. اشوفكم على خير. سلام.